بقول لك ايه يا كريم؟ اه السندوتشات بتخلص؟ طلعي الاستاذ سلام وضيوفه. ها؟ حاضر. بعد اذنك، هو السندوتش بكام؟ الايه؟ بكام السندوتش؟ مساء الخير. مساء النور. ازيك يا دكتور؟ منورنا. الحقيقه انا متعود في واحد من الناس، بسجل مع الناس الجدعان الطيبين، وبصراحه اكتر انا عملت مؤامره مع اخوكي عشان اسجل معاكي. هتكسفيني ولا ممكن اسجل معاكي؟ ازاي انت فوق راسي، اتفضل. طبعا. سلطانه، ده اسمك الحقيقي ولا اسم الشهره؟ الحقيقي. بس واضح ان هو اسم وصف كمان. الحمد لله، احنا على باب الله يا دكتور. كلنا على باب الله. بالك قد ايه شغاله في الكبده؟ من زمان قوي، يعني من ايام ما كنت لسه صغيره في المدرسه. بس انا عرفت ان العربيه دي ما كانتش كبيره كده، وما شاء الله، يعني ازاي عملت كده؟ هي في الحقيقه في الاول كانت طاسه وانبوبه، كانت بتاعه الحاج جابر ابويا الله يرحمه. كنت ارجع من المدرسه اساعده، وشويه اذاكر وشويه اساعده، لحد ما بفضل ربنا يعني بقى كل اللي انت شايفه ده. انا عرفت كمان ان الحقيقه انت عامله خير كتير مع الناس، اهل الشارع، وفاتحه بيوت كتير هنا، وفي محلات كتير كمان انت مشغلاها هنا. وعرفت كمان انك انت كنتي طالبه في كليه الحقوق. سبتي الكليه ليه؟ عشان كليه ايه؟ دي احسن محاميه في بر مصر كل. هاتي كريمة. مين دي؟ كريمة صاحبتي. و كريمة؟ اه دراعي اليمين. ازيك يا كريمة؟ الحمد لله بخير زي الفل. سبت الكليه ليه؟ الحاج تعب جدا، توفى، ما كانش في حد يشيل المسؤوليه غيري، فاضطريت ان انا اسيب الكليه. وبعدين اخويا اهو بسم الله ما شاء الله بدالي. لو حبيت اسالك، ايه وصفه النجاح اللي انت ممكن تقوليها للناس؟ اقول ان طول ما انت بتضحك في وش الناس وبتاكل من نفس الطبق اللي هما بياكلوا منه، اكيد هيحطوك فوق راسهم. اكيد عندك. اتفضل اتفضل يا دكتور. اتفضل اتفضل يا دكتور. اتفضل يا دكتور. اتجننتي يا ست انتي؟ ايه قله الادب والسفاله اللي انتي فيها دي؟ ودول مين كمان؟ بقولك ايه؟ قله الادب والسفاله لسه، بس ممكن تشوفيها. سيري دي. ايه في ايه؟ ايه قله الادب دي؟ انتوا مين؟ هي بلطجه ولا ايه؟ لا وانت الساده، البلطجه اللي بجد اللي بيخطف العيال وبيسرق البيوت. انت بتقول ايه يا بتاع انت؟ انت مجنون ولا ايه؟ اللي انت سمعتيه. اوعى تفتكري ان البيجامه اللي واقفه جنبك دي راجل محترم. لا، نصاب وحرامي وقتل قتلة. لا، وتاجر اثار يا سلطانه. صحيح، نسيت. انت شكلك ست الاثر بقى. لا الا سلطانه، احترم نفسك لما هينك قدام اهل بيتك. عن اذنك انت استاذ سلام، اهدى يا عم ما تخافش، انا بسوي لك خدودك. انا نيتي بس ممكن تعورك. اهدى كده واسمع كلام اخوك خزاعه، الناس دي عايزه مصلحتك. بدل ما تلهو بيك الحياه. ايه البلطجه دي؟ انا هبلغ البوليس. لا لا لا، ما تتعبيش روحك، انا هبلغه. بس بالمره بقى هقول له على حتتين الاثار اللي انا لقيتهم عندك في المحل. لا، واللي كانوا محطوطين في الجبس قشرنا من عليهم الجبس. وقاعدين تحت الحراسه دلوقتي. الصوره دي لسه طازه من المحل عندك حالا. انا اللي مصور، معلش بس الاضاءه عشان ما كانش عندي وقت اجيب لونت. شكري بيشتغل في اي حاجه، ونص شغله بيجي بالشمال من انور ورجالته. مش بس اثار، لا، شقق قديمه في وسط البلد والزمالك وسرقاته وحاجات كتير. نتكلم ولا نقضيها قله ادب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كده نقول ثلاث جرائم: اكراه وتنقيب وخطف. يعني قانونا حاجه وعشرين سنه. تحب تاخدهم؟ وهبه. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ شكري، هو الكلام اللي بيقولوه ده بجد؟ بقول لك يا مدام، المشاكل العائليه دي بعد احنا ما نمشي. عايزين الواد اللي انت خطفته، هترجعه لنا؟ هنمشي. وممكن ممكن نسيبك. بيقول لك ممكن، يعني مش اكيد. طب وانا ايه اللي يضمن لي ان لو سلمتكم الواد ما تاخدوش الحاجه وتبلغوا عني؟ مفيش حاجه مضمون. لا، ما انا ما قلتلكش. الواد بقى لو جالنا الحرام الموس، قسما بالله هكدرك. فاهم؟
معاك تليفونك؟ طلع يا عم والتليفون واتصل بالواد. ما معكش رصيد ولا ايه؟ قول له الشيخ فانتا ورضا مستنينك بره يا احمد. الو، بقول لك ايه، الواد اللي عندك انا بعت ناس من عندي تاخده. لا لا ابو سكر ما اتكلمش، بس في حد قال لي انهم عرفوا ان الواد عندك. لا خلاص بقى، لما اشوفك احكي لك. اسمع بس اللي انا بقول لك عليه. سلام. احنا متشكرين قوي، بس نسيت اقول لك ان المكالمه دي متسجله. يا سلطان يا سلطان، حرقت المفاجاه ليه؟ كنتش ناوي اقول له والله، بس انت ما تعرفش، واخدين اذن من القاضي الجزئي بالتسجيل. يعني من الاخر كده الحاجه وعشرين سنه ممكن يبقوا اعدام لو جيت جنب الواد. خد بالك، هما دلوقتي زمانهم وصلوا لسكه ابو ليلى خلاص اللي كانوا محتارين فيها. انا مصدومه فيك، خساره سنين عمري اللي ضاعت معاك. يا شيخ اتقي الله، صدمتها. الولاء شعرها اصفر من كتر التفكير. يلا بينا. انت ممكن تحكي لي شفوين كده عن القضيه لحد ما اوصل للملف بتاعها؟ بقول لك يا استاذ نعيم، انت ربنا ساقك لينا لسبب، بس مش معنى ان انا جبتك هنا ان انا بجيب شغل لاخويا. لو دخلت على النت هتلاقي مدام ميس الحديدي، محمود سعد، عمرو الليسي داخلين خارجين على مكتبه، عشان بيقولوا ان اخويا اصغر واشطر محامي في البلد. انا حبيت بس اساعدك واقف جنبك عشان انت جاي من طرف الشيخ اياب. حاشا يا ست سلطانه، انا بس دماغي مقلوبه من اللي حكيته لك مش اكتر. ولا يهمك يا استاذ نعيم، اتفضل احكي. انا ليا اخ اسمه شمس، عنده مزرعه في الصحراوي، المزرعه اللي جنبه على طول بتاعت واحد اسمه مصطفى. مصطفى ده مهرب قديم ومعروف، وفي نفس الوقت مسنود على مجرمين تقال قوي، تقدر تقول على مستوى دولي. في يوم من الايام الله اعلم كانوا خاطفين افارقه من اللي بيهرموهم على اوروبا. دي الحادثه بتاعت تفجير العربيتين صح؟ انت سمعت عنها؟ اكيد سمعت عنها، ده راح ضحيتها ناس كتيره. يعني الموضوع كبير، مبلغ الخمسين ألف ما هي صدعه كبيره بالنسبه اللي انا مريت بيه انا واخويا. هو ملف القضيه فين؟ ملف القضيه هيكون عند حضرتك. بس سكرنا الحق يا اختي. في ايه يا كريم؟ الحكومه واقفه تحت وقفشه في الواد جابر وعايزه تاخده معاها. انت بتقولي ايه؟ او النبي اوعي تعالي.